السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. خبر مؤسف ومحزن وردنا الآن في مدينة العبور، حريق في مصنع ملابس أسفر عن وفاة 16 حالة وفاة حتى الآن، حد دلوقتي الساعة 2 دلوقتي الظهر بالظبط، الساعة 2 الساعة 3 الساعة 3 دلوقتي 16 حالة وفاة وأكثر من 50 مصاب، ودي التقارير الأولية. مصنع ملابس في منطقة الشباب في مدينة العبور، وده خلف شركة كريازي اللي هي على مدخل طريق بلبيس الصحراوي القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام، وده طبعا أقرب مستشفى عام ليهم، فتم نقل المصابين ليه. يبقى بنتكلم النهاردة الخبر دوت لسه وصل لنا دلوقتي، بنقول إن 16 حالة وفاة حتى الآن وأكثر من 50 مصاب، وهنوفيكم بالتقارير الأولية. في مندوب دلوقتي هناك بيتم تصوير فيديو حي من المكان، وبيتم بحث بقى وعمل داتا بالموضوع كامل، يعني نشوف ايه التفاصيل هنقولها ليكم في خبر تاني ان شاء الله بإذن الله. ولكن حبيت اطلع حضراتكم على الأخبار، لو حد عنده حد هناك ربنا يعافي الجميع ويسترها مع كل الناس اللي هناك، ويسترها مع الجميع يا رب، وربنا يشفي المصابين ويرحم من مات. سبب الحريق زي ما بيقولوا تقريبا ماس كهرباء، ولسه لحد دلوقتي المواضيع مش رسميه، جهات تحقيق هتكون موجوده في المكان والنيابه والشرطه متواجده وسيارات الاسعاف والمطافي والدنيا كلها، لان الحريقه كبيره جدا جدا، ومصنع ملابس زي ما حضراتكم عارفين الدنيا سريعه الاشتعال هناك بسبب طبعا دي اقمشه، يعني ربنا يسترها يا رب على الجميع. 16 حالة وفاة وأكثر من 50 مصاب، وهنوفيكم بتقارير تانية إن شاء الله في خبر آخر لاحق. ما تنسوش الاشتراك في قناتنا وقناتكم مصر الحضارة. السلام رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.